ولكن وجود تلك الرموز وإن كان رموز حركة كفاية أكثر بكثير من الحاضرين ومما ذكرتهم، ولكن وجود تلك الرموز الوطنية تؤكد هذا التواصل بين أهداف كفاية التي ظهرت في 2004 في ظل نظام الفساد والاستبداد. النهارده تم اكتساب حقوق كثيرة، وبالتالي شبابنا النهارده في ظل هذه الحقوق التي تم اكتسابها يتفاعلون ويتعاملون وعندهم استعداد بشكل يومي أن يتظاهروا ويعبروا عن آرائهم في ضد أي انحراف عن الثورة، ولكن عليهم أن يتذكروا، ويجب علينا أن نذكرهم أنه في ديسمبر 12/12/2004 وما عقبها كانت تلك الحركة في ظل الدولة البوليسية التي كان يهيمن عليها جهاز أمن الدولة وجحافل للأمن المركزي وسلطة وبطش حبيب العدل بكافة أجهزته، كانوا ينزلون إلى الشارع دون حظ ودون